صلي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في الدرس الماضي تحدثنا عن العام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن، وهو العام العاشر من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه توفي كل من عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها. وتحدثنا عما يتعلق بهذا المشهد آنذاك. الشيء الذي أعود إلى بيانه قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد هو الجواب عن سؤال طرحه علي بعض الإخوة بعد انتهائنا من الدرس. قال لي: كيف نوفق بين ما ذكرت من أن أبا طالب ارتحل عن الدنيا مؤمنا بالله عز وجل، وهذا ما رجحناه فعلا، وبينما هو موجود في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت عمي أبا طالب في ضحضاح من نار. فأحب أن يكون الجواب مفيدا لكل الإخوة، ربما يعني خطر هذا السؤال في بالي أكثر من سائل واحد. أولا، أن يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيت أبا طالب في ضحضاح من نار، هذا ليس بالضرورة دليلا على أنه مات مشركا أو كافرا، هذا كما يقول العلماء دليل أعم من المدعى. كثيرون هم المسلمون الذين يرحلون من الحياة الدنيا يكونون مثقلين بالأوزار، يعذبون في النار إلى أمد يعلمه الله عز وجل، ثم إنهم يخرجون من النار إلى رضوان الله عز وجل وجنته. فهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دليلا بالضرورة على أنه مات مشركا. شيء ثاني، أذكركم بما قلت أننا عندما نرجح قول من قال إنه لقي الله عز وجل مؤمنا أو مسلما، نقول هذا الإيمان الذي ننعته به، نعم، نحكم له به ديانة لا قضاء، يعني نرجح أنه عند الله عز وجل في محكمة الله سبحانه وتعالى ارتحل مؤمنا، أما قضاء حسب البينات والدلائل الواضحة فلا نملك أن نقول إنه مات مسلما.
لعل البعض أو كثير منا لا يعلمون الفرق بين الحكم قضاء الحكم القضائي والحكم ديانة، وهذا من الأهمية بمكان. عندما ننظر إلى إنسان دخل المسجد صلى المغرب ونظرنا فوجدنا أن شرائط الصلاة كلها متوفرة في صلاته، أركان الصلاة كلها متوفرة في صلاته، نحن نقضي في دار الدنيا بأنه صلى، ولا نستطيع أن نعاقبه أو أن نفترض أن صلاته غير صحيحة أبدا. ومنطلقنا في هذا الظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن هذا الحكم القضائي في حقه هل هو بالضرورة ثابت له عند الله يوم القيامة؟ لا ندري، ربما كان منافقا، ربما كان مرائيا، ربما كان هنالك شرط خفي لا نعلمه ولم نره غير موجود. صلاته غير صحيحة ديانة، يعني بينه وبين ربه، لكن صلاته قضاء صحيح. زيد من الناس اقترض من جاره مبلغ من المال، لكن لم يسجل هذا القرض في أوراق رسمية على أساس الثقة. فيما بعد عندما حل الأجل طلب المقرض من جاره المقترض أن يعيد إليه ماله، فأنكر. طيب، هل يجوز له شرعا ديانة بينه وبين الله إذا يأس من إعطاء جاره المال الذي له عنده؟ هل له أن يغتصب منه حقه الذي أقرضه إياه أم لا؟ له الحق، ما دام المقترض لا يريد أن يعيد إليه حقه ومبلغ موجود في حوزته له الحق. طيب، دخل واغتصب منه المبلغ الذي له عنده ورفع المقترض دعوى على المقرض أمام القاضي وقال هذا إنسان دخل داري واغتصب مني 10,000 ليرة سورية، القاضي لا يملك حجة تثبت صدق كلام المقرض. طيب، قضائيا نقول هذا مغتصب، القاضي يحكم عليه بأنه مغتصب يعاقبه، لكن غدا يوم القيامة عندما يرحل هذا الإنسان إلى الله الباري ما بيعاقبه. هذا الكلام أظن واضح. النبي عليه الصلاة والسلام له 3 شخصيات: نبي يبلغ عن الله، وإمام يقضي بين الناس بموجب حكم الإمامة أو ما يسمى بالسياسة الشرعية، وقاض يقضي بين الناس حسب ما يظهر له. وأساس ذلك قوله في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أقوى، بحجته من غيره، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها أو ليدعى. يعني أن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بين الخصوم يعتمد على الظاهر، لكن هذا القضاء ليس بالضرورة هو الحكم الذي سيقضي به الله عز وجل يوم القيامة. قد يكون هذا الإنسان الذي تراءى بكلامه وبحججه أنه محق وفي الواقع مبطل، لكن من الذي يعلم ذلك؟ الله. كذلكم الإنسان الذي رحل من هذه الدنيا وقد رأينا دلائل الكفر في حياته، نقول هذا كافر، لا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، لكن ديانة لا نعلم كيف رحل إلى الله عز وجل.
ماذا كانت تنطوي عليه سريرته لا نعلم. أبو طالب قضائيا نقول إنه ليس مسلم، لأنه عندما رحل من الدنيا لم تتجلى في كلامه في تصرفاته دلائل التي تقنعنا قضائيا بأنه مسلم. لكن هل اطلعنا على سريرته؟ لم نطلع. هذا شيء ثاني. شيء ثالث، إذا اختلف العلماء في أبي طالب، فمن العلماء من قال إنه رحل من هذه الحياة الدنيا مسلما، ومنهم الإمام السيوطي الذي ألف كتابه المعروف أثنى المطالب في إيمان أبي طالب، ومنهم من قال لا مات كافر. طيب نحن في هذه الحالة ما دامت المسألة فيها خلاف، أيهما أحوط أحرى إذا أردنا أن ننطلق من تقدير رسول الله ومن احترام رسول الله؟ ومن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقدر أقاربه وآل بيته. نعم، لا والله الأحوط والأولى أن نقول إنه رحل إلى الله عز وجل مؤمنا، لكن نقول هذا نتأمل أن يكون ذلك ديانة لا قضاء. قضاء شيء ثاني. المهم أن نعلم الفرق فيما يتعلق بالأحكام الدنيوية بين الأحكام التي يبرم فيها القاضي في دار الدنيا تسمى أحكام قضائية، وبين هذه الأحكام التي سيقضي بها الله عز وجل يوم القيامة، اسمها الأحكام أحكام شرعية ديانة. نعم، هذا هو الجواب عن سؤال سأله أحد الإخوة بعد الدرس الماضي. الآن ننتقل إلى المشهد الذي يليه وعنوانه هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قلنا إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعد يستطيع أن يجهر بالدعوة وأن يقف في نوادي المشركين يناقش ويدعو إلى الله عز وجل. كان يفعل ذلك في حياة أبي طالب، إذ كان أبو طالب يمنع المشركين من أن يصدوه ويمنعهم من أن يقتلوه. نعم، والواقع أن أبو طالب كان سنده في هذا. الآن أبو طالب رحل، فحوصر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يعد يستطيع أن يبلغ رسالات ربه، وهو نبي مكلف، بلغ ما أنزل إليك، هكذا يخاطبه الله عز وجل. فكر عليه الصلاة والسلام في أن يذهب فيهاجر إلى الطائف يلتمس النصرة والاستجابة لدعوته من قبيلة ثقيف، وذهب فعلا يصحبه حبه زيد بن حارثة. خرج رسول الله ماشيا من مكة إلى الطائف، والطريق غير معبد بين الجبال والأودية، نعم بين الأشواك والأخاديد، المسافة بالطريق المعبد 80 كيلو، أكثر من 80 كيلو، أما بالطرق الملتوية بين الجبال والأودية فأكثر من ذلك. قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه مشيا. وبعد أن وصل إلى الطائف وبذل الجهد الذي بذل، وهو يتأمل خيرا من ثقيف أهل الطائف، جلس إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويعرفهم بنفسه ويبين دلائل نبوته ويتلو عليهم شيء من القرآن. فأخذوا يسخرون منه ويسمعونه الكلام السيء. نعم، واحد يقول له ألم يجد ربك نبيا يرسله غيرك؟
وثاني يقول كلام آخر لا داعي إلى ذكره. وهكذا كانت أجوبتهم له ألوانا من السخرية والإيذاء والجرح. ولما يأس المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يعني يستجيب له طلب منهم أن يكتموا عن قريش خبر وصوله إليهم، ولكنهم أيضا لم يستجيبوا لهذا الذي طلب، وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فاجتمعوا عليه يضربونه بالحجارة حتى دميت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا زيد بن حارثة حب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجوب بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا تصيب حجارة هؤلاء السفهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شج رأس زيد عدة شجاج، وشج رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، إلى أن وصل إلى بستان لعتبة بن ربيعة. وكان هذا البستان في ضاحي من ضواحي الطائف، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البستان، وعندئذ رجع عنه أولئك السفهاء. فوقف المصطفى صلى الله عليه وسلم يستريح في ظل شجرة في داخل ذلك البستان، واتجه ببصره إلى السماء باسطا كفيه يدعو بهذا الدعاء الذي رواه الطبراني ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ورواه أيضا ابن إسحاق في سيرته، وابن إسحاق إذا روى في السيرة ثقة كما هو معروف. وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجاهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو يحل علي غضبك. لك العتبى يا ربي حتى ترضى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أشد حالاته ألما وحزنا، لا على ما أصابه، ولكن على أنه لم يستطع أن ينجح في تحقيق ما أمر الله عز وجل أن ينهض به من تبليغ رسالة الله عز وجل إلى الناس. في البستان ابن عتبة بن ربيعة نظر من بعيد إلى هذا الرجل بهذه الحالة والدماء تشخب منه، فدخلته مرقة له. في البستان أجير يخدم أصحاب البستان اسمه عداس نصراني، طلب من هذا الأجير عداس أن يأخذ قطف عنب ويضعه في طبق ويمضي به إلى هذا الرجل يضعه بين يديه، فمضى عداس بطبق العنب ووضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كل. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: بسم الله.
فقال عداس: والله ما سمعت هذه الكلمة من أهل هذه البلدة قط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت؟ فقال: أنا من نينوى، ونينوى قرية قرب الموصل في العراق. فقال: من بلدي نعم النبي يونس بن متى. قال: وما أدراك بيونس بن متى؟ ابن متى؟ قال: كان نبيا مثلي. فأكب عداس على رأس رسول الله وعلى يديه ورجليه يقبله، نعم، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنب. ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه عائدا إلى مكة. ولما وصل في طريقه إلى مكة إلى واد اسمه نخلة، قريب يعني مسافة ليلتين من مكة المكرمة، أقام رسول الله تلك الليلة هناك يصلي. طبعا الصلاة فرضت عند المعراج، الإسراء والمعراج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يصلي ركعتين ركعتين صلاة سيدنا إبراهيم. ويروي ابن إسحاق أن الله عز وجل صرف إليه نفرا من الجن يسمعون تلاوتهم، ولم صرف هؤلاء الجن إلى أقوامهم مؤمنين موحدين، وفي حقهم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضوا ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إن سمينا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآيات. نعم، فكأن الله عز وجل يقول له: لئن خابت آمالك في أهل الطائف وطردوك شر طردة فهم أولئك الجان قد آمنوا بك بدون أن تبذل أي جهد في سبيل إيمانه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام واصل طريقه إلى مكة، فقال له زيد بن حارثة: يا رسول الله، كيف ندخلها الآن وهم أخرجوك؟ ولربما سمعوا بالهجرة إلى الطائف. فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مشارف مكة رجلا من خزاعة إلى مطعم ابن عدي يخبره أنه يريد أن يدخل مكة في حمايته، يعني في جواره. فرضي المطعم ابن عدي أن يدخل رسول الله في جواره، وفعلا دخل في جواره لعدة أيام ثم خرج من جواره. هذه خلاصة هذا المشهد، خلاصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف. ونعود فندرس هذا المشهد ونستخرج العبر والعظات والمبادئ التي ينبغي أن نستفيدها من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. أول ما ينبغي أن نعرفه أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا رسالات الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما يتضمنه هذا الدين من معتقدات ومن شرائع سلوكية ومن التزامات أخلاقية ونحو ذلك. وطريقة إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك طريقتان اثنتان. الطريقة الأولى البيان بالكلام والنطق اللساني، الطريقة الثانية سلوك. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه العبادات المختلفة ببيانه القولي، وكان يعلمهم أيضا
بسلوكه، فهو يقول مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج يعلم الناس الحج ببيانه القولي، لكنه يقول أيضا خذوا عني مناسككم، ينظروا يعني انظروا كيف أفعل، افعلوا مثلي. لأنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه قصيرة، والمطلوب منه أن يعلم الناس كل ما أوحى الله عز وجل إليه به مبادئ الدين، فكان لابد أن تكون وسيلة التعريف بالدين وسيلتان اثنتان، وسيلة القول والبيان ووسيلة السلوك. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر، والله عز وجل هو الذي يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد أبلغ رسول الله الناس هذا الكلام الأمر بالصبر، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالإبلاغ القولي، بل أضاف إلى ذلك أن علم أصحابه وإخوانه الذين جاءوا من بعد كيف يجب أن يكون الصبر، كيف ينبغي أن يصبر المسلم صبرا عمليا، كيف السبيل إلى ذلك؟ بأن يريهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر الذي يأمر به الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، كأنه يقول اصبروا اصبروا أيضا كما رأيتموني أصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما تحمل ما تحمل من هذا الأذى وأمثاله، أنواع الأذية التي عاناها رسول الله كثيرة، في سبيل أن يعرفنا واجبنا أمام الدعوة إلى دين الله عز وجل. كأنه يقول الواجب الذي شرفكم الله عز وجل به وهو إبلاغ هذا الدين بلغوا عني ولو آية، قال فرب مبلغ أو عام سامع. لكن ينبغي أن تعلموا أن الطريق إلى هذا التبليغ ليس مفروشا بالرياحين، لابد أن تجدوا فيه العقبات الكثيرة والشدائد. تريدون أن تعرفوا كيف الصبر؟ انظروا إليه. طيب قد يقول قائل طيب لكننا ننظر إلى واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طرده أهل الطائف وأوذي هذا الأذى واستخف به أهل الثقيف، ننظر فنجد أنه قد غلب على أمره، يعني لم يكن راضيا بهذا الشيء الذي وقع له، ولا أدل على ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم وقف يشكو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضاق ذرعا ولم يكن يعني كأنه راضيا بهذا الذي وقع له. كيف بقى عم تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عم يعلمنا فن الصبر بسلوكه؟ الإشكال واضح أليس كذلك؟ ما الجواب؟ الجواب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا هذا الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم عندما يعاني من هذا الذي عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينبغي أن تكون حاله. كمان هذا تعليم، يعني أن شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليس تعبيرا عن تأففه وليس دليلا على ضجره أبدا، معاذ الله. لكن لماذا؟ هذه عبودية يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه وخالقه، إظهار الضعف إظهار العجز، وهذا واجب أيضا. ليس معنى الصبر أن تتظاهر بالبطولة أمام أمر الله عز وجل وأن تقول له يا رب امتحني
ستجدني كالطود الراسخ لا أبالي بكل المصائب التي ترسلها إلي. نعم هذا ممكن يكون تعبير عن الصبر، لكن وين العبودية؟ ضاعت وغابت. المطلوب منك أن تصبر، وفي الوقت ذاته المطلوب منك أن تعلن عن عجزك وافتقارك وعن احتياجك إلى أن يصبرك الله سبحانه وتعالى وأن يعينك. نعم كما قال واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني التجئ إلى الله وأعلن عن ذلك وعبوديتك على باب الله سبحانه وتعالى لكي تجد العون الآتي إليك من الله عز وجل. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذا الذي تلقاه من أهل الطائف، يعلمنا الصبر والثبات على الدعوة إلى دين الله عز وجل، أيضا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نلتجئ إلى الله عز وجل عند الصبر ونعلم أنه يا رب إذا ما صبرتني والله ما بيطلع بإيدي، يا رب إذا لم تدخل في كياني القوة أنا عاجز أنا ضعيف أنا لا شيء أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك. وهكذا وقف رسول الله يقول اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب العباد أنت رب المستضعفين أنت ربي. شو تتوقع من النبي يقول غير هيك؟ يقول لا أنا لا أشكو إليك ضعف قوتي، أنا عندي قدرة أني أعمل أصبر على هذا الأذى وعلى أضعافه كمان. لا العبد لا يقول ذلك. وأنتم تعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا الكلمة القدسية التي طلب منا أن نكررها دائما، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تعبيرا عن ضجره، ولكنه تعبير عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنه بعد أن شكى ضعفه وعجزه إلى الله ماذا قال بعد هذا؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي. نعم يا ربي بس أعطيني قوة وبس، أنا لا أبالي، بس أنت ما تزعل مني خليك راضي عني، إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي. لكن كمان بعد ما قال فلا أبالي رجع يقول ولكن عافيتك أوسع لي. فهذا الدعاء الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء ثابت وليس ضعيفا كما يقول بعض الناس، موجود في مجمع الزوائد، موجود في الطبراني، ابن إسحاق ثقة فيما يرويه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم بهذا الشكل موجود. نعم هذا الدعاء مزيج من الصبر والشكوى، مزيج من الصبر والشكوى، يعلن شكواه إلى الله ويعلن عن رضاه عما قضى به الله عز وجل، ويعود فيسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهذا يعني أننا ينبغي أن نسير على هذا المنوال، تصبر على الشدائد التي تنتابك إن في طريق الدعوة أو في غير طريق الدعوة، ولكنك وأنت تصبر إياك أن تحيد عن باب مولاك وخالقك سبحانه وتعالى، تلتجئ إليه تلوذ به تعلن عن عجزك، نعم عن يعني القيام بما أمرك به إلا إذا أعانك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في سلوكه في حياته كلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربما قال قائل لكن نحن نجد في سير الصالحين الذين جاءوا من بعد أناس يعني أظهروا شدة صبرهم على الشدائد وكأنهم يتحدون الشدائد، يعني
كثيرا ما نسمع يعني أبيات لصالحين يتنافى مع هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا أحدهم يقول: وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني. هذا هو واحد من الصالحين، هذا لا ننكر صلاحه. وليس لي في سواك سواك، ويخاطب ربه ويقول بعد ذلك: فكيف ما شئت فامتحني. ألا تشمون من هذا الكلام رائحة التحدي؟ يعني أكيد لو كان هذا الإنسان صاحي بنقول هذا يعني فيه شوية سوء أدب مع الله عز وجل، لأن النبي ما هيك علمنا، شوفوا كلام النبي غير هيك. لكن هؤلاء معذورون أيها الإخوة، هؤلاء قلوبهم صغيرة وهيمنت عليها محبة الله عز وجل، فسكروا بهذه المحبة، فضاقت كلماتهم، صار بده يعبر عن محبته لله عز وجل، كيف بده يعبر بهذه الطريقة هي؟ في حين أنه هو بالواقع لا يستطيع، لا يستطيع أن يصمد أمام البلاء أبدا، لكنه منطق الحب في بعض الأحيان يتغلب منطق الحب على منطق العبودية، بصير بيقول: يا رب لك أنا مثل ما بدك راح أعمل، أنت ابتليني وشو ما بدك تساوي فيه أنا راح أكون صابر لك. هذا منطق الحب، لكنه عند التجربة لا يستطيع. لذلك قالوا أنه هذا نفسه الشخص الباري عز وجل ابتلاه بمرض، مرض حصر البول، صبر ثم صبر بعد ما قدر، فتذكر أن هذا الكلام الذي كان يقوله ما كان ينبغي. إجت العبودية بقى، كانوا رب العالمين عم يربينا، لك أنت شو أنت؟ أنا إذا تخليت عنك ما بتقدر تعمل شيء، إذا تخليت عنك ما بيطلع بإيدك شيء. فكان يخرج إلى السوق يعطي الدراهم للأطفال ويقول لهم: ادعوا الله لعمكم الكذاب. يستهيئ له لربه: يا رب والله أنا ما تاريني مو هيك. فكان يلجأ إلى الأطفال ليدعو. لكن نجي نحكي عنهم كلام سيء؟ لا، هؤلاء محبون. ابن الفارض أيضا من هذا القبيل. نعم نعم، لو قالت يا قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. والله ما بيقدر يوقف على جمر الغضا، ما بيقدر، لكنه الحب أسكره وجعله ينطق بهذا الكلام. عندما نريد أن نوازن بين العبودية والحب نلجأ إلى هذا الذي يقوله رسول الله. منطق الحب هو الذي جعله يقول: إن لم يكن علي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ومنطق العبودية جعله يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لما التجأ إلى بستان ابن ربيعة، وكان في هذا البستان شاب نصراني مشتغل خادم لأصحاب البستان نصراني، ودخلت الرقة في قلب صاحبي البستان لهذا الرجل. منين جت الرقة؟ من كمان من أهل الطائف، من عند الله عز وجل. وأرسل له مع عداس قطف العنب، وذهب عداس وهو يمثل الرسالات الربانية التي جاءت قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نصراني لكنه متبع سيدنا عيسى اتباعا سليما. نعم، ووضع قطف العنب بين يدي رسول الله وقال له: كل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سمى الله وأكل. دارت محاورة بسيطة بينه وبين سيدنا رسول الله، قال له: والله الكلمة ما بيقولوها أهل المنطقة. قال له: ليش، أنت من أنهو البلد؟ قال له: أنا من نينوى. نينوى وين؟ قرية قرب الموصل. قال له: ها أنت من بلد النبي الصالح يونس بن متى. قال له: شو عرفك فيه؟ قال له: هذا كان نبي مثل حكايتي. فأكب
العداس على رأس رسول الله يقبله، وعلى يد رسول الله يقبله، وعلى قدم رسول الله يقبله. ما معنى رسالة هذه من عند الله؟ رسالة جاءت من عند الله تقول له لا تبالي بالشدة التي رأيتها، وإياك أن تفهم أن هذه الشدة تعني أنك وصلت إلى جدار مغلق، الطريق أمامك مشروع، ولسوف ينتشر هذا الدين، ولسوف تهيمن رسالات الله سبحانه وتعالى على العالم المعمور. نعم، جاءت النبوات السابقة ممثلة في آخر نبي وهو سيدنا عيسى تعتذر عن السفاهة التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفهاء الذين أغراهم به أغراهم أهل الثقيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وبعدين قطف العنب، هذا القطف صحيح عنب لكنها أيضا رسالة من الله عز وجل، وكأن هذه الرسالة تقول له أرأيت إلى حبات العنب هذه، إن كل حبة إنما هي مملكة من ممالك الإسلام، ستتحقق عما قريب بدعوتك إلى الله، سترحل بعد أدائك لهذه الرسالة، لكن قبس هذا الدين سينتشر وسينتشر وسينتشر، وستجد ممالك الإسلام تعدادها بمقدار تعداد هذا العنقود من العنب. سبحان الله سبحان الله، هذا الاعتذار الذي أرسله الله عز وجل لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن السفاهة وعن الإذاء الذي لقيه رسول الله، سري بذلك عن قلب المصطفى، وثبت الله سبحانه وتعالى بذلك فؤاده. نعم. ثم يبقى شيء هو آخر الأمور التي ينبغي أن نفهمها، وهي كيف أن الله صرف فريقا من الجن إلى رسول الله في تلك الليلة يسمعون كتاب الله عز وجل. ما خبر هؤلاء الجان وكيف انصرفوا، وهل كان ذلك في تلك الليلة أم في سوق عكاظ في مكة أم في أي مكان؟ هذا المسألة تحتاج إلى تحقيق، والوقت يضيق عن ذكر ذلك، فسنرجع الحديث عن الجان الذي صرفهم الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الدرس القادم إن شاء الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلى. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، فنحن معترفون بأخطائنا وتقصيرنا وإساءتنا، وأنت ربنا التواب الرحمن الرحيم، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأنك مولانا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك اللهم بصفاتك الأسنى وبأسمائك الحسنى كلها يا ذا الجلال والإكرام وبأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، تعلم حاجات كل واحد منا يا رب العالمين، فأعطنا حاجات حققها لنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وجه قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصيهم إلى طريق الهداية والرشاد. أنت الهادي، لا هادي سواك يا رب العالمين،
اهدنا فيمن هديت يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب أعد كيده إلى نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد كيده إلى نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد كيده إلى نحره يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا رب العالمين. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث. يا رب أكرمتنا بالغيث، أكرمتنا بالمطر السخي، ولكننا لا نزال فقراء إلى رحمتك، لا نزال فقراء إلى كرمك وجودك. أنت تعلم أننا لن نبارح بابك أبدا، لن نبارح بابك. ليس لنا باب إلا بابك، ليس لنا ملاذ إلاك، ليس لنا ملجأ إلاك يا رب العالمين. إن شردنا عن بابك هلكنا، إن شردنا عن عتابك هلكنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نحن معترفون بسوءنا، معترفون بتقصيرنا، ولكن ليس لنا ملاذ إلا الالتجاء إليك، ليس لنا أن نفر من سخطك إلا إلى رحمتك يا رب العالمين. فنحن واقفون ببابك، نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بالتصاقنا بأعتابك وبانكسارنا عند جنابك، أن تسقينا مزيدا من الغيث. مر يا رب سماءك أن تمطر، ومر الينابيع أن تتفجر يا ذا الجلال والإكرام. وأعد إلى الشام النعم التي كنت تضغضقها عليها يا ذا الجلال والإكرام. أعد إلى الشام ينابيعها التي كانت تتجمل بها يا ذا الجلال والإكرام. أعد إلى الشام ذكرى بردا، وكيف كانت في أيام عطائك لها يا رب العالمين. أنت الرب الذي كنت تعطي، لا تزال رزاقا، لا تزال رحيما، لا تزال كريما. صحيح أننا أسأل، صحيح أننا شردنا عن بابك، لكن لم نستكبر على جنابك. هو الضعف يا رب العالمين، هو الضعف الذي جعلنا نشرد عن بابك، هو الضعف الذي جعلنا نتيه عن أداء أوامرك. يا أرحم الراحمين، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك. يا رب أكرمنا بمزيد من السقيا يا رب العالمين، اسقنا مزيدا من الغيث، عاملنا بما يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نسألك بالأطفال الرضع، وبالشيوخ الركع، وبالبهائم الرتع. نسألك بعبادك الشعث الغبر، الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءه. نسألك بمن تحب من عبادك، نسألك بحبهم لك وبحبك لهم، إلا استجبت دعاءنا في هذه الساعة المباركة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه.